سأقول لشروط خاصة بخصوص بيع العقار. نعم، خاصة بشأن بيع العقار. بيع العقار بيع العقار نعم كما سبق وذكر الأستاذ نعم محمد نعم أنه شروط بيع العقار هي تخضع، كنت ما كملتش الفكرة تاعي من قبل، نعم أنه كاين عقد ممكن راح يكون تكملها الآن بالنسبة نكملها الآن للإجابة على سؤال منصف. وأنه تفضل. نجاوبه في الإطار نجاوبه. نعم راح يخضع، راح ينقل له الملكية للشركة العقارية، بالمقابل راح يديروا عند النوتير، عند النوتير مع نعم الموثق راح نديروا عقد اتفاقيه، يعني نعم هي اتفاقيه بموجبها يعني واش كاين واش راح يخضع هذا العقد، نعم شروط اللي كاينين في هذه الحاله. مثلا اذا كان هذا الناس اللي صاحب العقار طالب اموال، مثلا ممكن انه ياخذ اموال في البدايه وياخذ شقق، نعم ممكن انه في الاخير ياخذ شقق وشقق تاعو يبيعها ويتحصل الاموال. بالنسبه للشركه العقاريه فيها ايجابيه انه الانسان يبقى في المكان تاعو اولا، نعم مثلا كاين عقارات اللي موجوده في اماكن استراتيجيه وكاين الناس اللي ما تحبش تخرج، يعني عنده علاقه بالمكان هذاك، ربما انه راح تعطي له وتوضح له للمتصل المنصف ما هي. هو قال هل هناك شروط؟ يعني إذا كانت كاينة شروط ممكن توضح له أكثر حتى يستفيد من الشروط هي اسمه. شروط رضائيه ما بين نعم الطرفين، يعني المفاهمه راح تكون قبليه قبل ما يديروا، راح تكون راح تخضع لدراسه، يعني راح نعطي لكم المراحل كيفاش تقوم نعم الشراكه. نعم في بدايه المرحله الاولى هي انه صاحب العقار يجيب لو بلون كاداسترال تاع الارض هذيك، يقدموا للمرقي العقاري. المرقي العقاري واش راح يدير؟ راح يدير دراسه هذا الارض شحال رايحه تخرج له من مساكن. نعم بطبيعه الحال كاين بعض الحالات وين الدراسه راح تبين لنا انه، يعني نهدر تجربه خاصه، انه كاين ناس قدموا لي درت دراسه لكن شفت بلي انه هذاك المشروع ماهوش رايح لا يعود بليهم بالفائده لا عليا، يعني نعم من الاحسن انهم يبيعوا العقار هذاك ويستفادوا منه احسن، نعم لانه يتحكم فيه عدد الطوابق اللي راح يتمدوا، المساحه تاع الارض، الواجهات اللي كاين في الارض، يعني يخضع لعده شروط راح تقوم على دراسه. بعد الدراسه هذيك يتقدموا، يعني تكون بيناتهم نقاش وكل طرف يقدم الطلبات تاعو ويتفاهموا على مثلا عدد شقق اللي راح ياخذوهم. نعم في هذه الحاله كاين نسبه اللي ياخذها المرقي العقاري والنسبه اللي ياخذوها اصحاب الارض.